ثقافة الإنجاب بين ميزان الشرع وميزان الواقع. اتسم الأطفال بكونهم زينة الحياة وفرحة أهاليهم، لكن شو بيصير لما بنجبوا الأهل أطفال غير قادرين على تربيتهم والعناية فيهم سواء مادياً أو معنوياً ليصبحوا عالي على المجتمع بدل ما يكونوا جزء فعال فيه؟ إياك والإنجاب أو لا تنجب، عبارة ممكن تكون صادمة أو ملفتة لأي حدا بسمعها. اليوم نزلنا على الشارع الأردني تنعرف شو ردت فعله لو حكينا له هاي الجملة. خلونا نشوف. إذا بحكي لك إياك والإنجاب أو لا تنجب، إيش بتكون ردت فعلك؟ لا غلط، هذا إشي غلط جداً غلط. العكس، الواحد بحب تكبر عيلته. طبعاً لا، أنا ضد هذا الشيء. يعني نعم للإنجاب يعني، بس بطريقة معقول، يعني يكون تنظيم. لا ما بصير، لازم واحد ينجب عشان الدين الإسلامي يكثر والانتشار. أما غلط عدم الإنجاب. ردة فعل إنه ذكرت في القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إحنا مش يعني، هي حكمة الله في النهاية. أنت وصلتي متأخرة، يعني عندي 7 وعندي 2 وعندي 2 وزي لك مصلحة بأخذك. طيب عمو، أنت مع إنه الواحد إحنا عمي أحكي لك، إحنا القدم مؤسسين. بعدين احنا لحكي لك، انا معي 2، عندي 7 بنتين و5 اولاد. لا لازم انجب. لو معي الامكانيه ان اخلف واجيب اولاد مش غلط. انا بحب الاطفال، انا من النوع اللي بحب الاطفال، ما بعرف شو صحيح. لا بجيب، كيف بجيب. والله لا غلط، لازم اجيب اطفال. بعد السنه ممكن قدرت اشوف حالي انا قادره اجيب بيبي واربيه بقدرتي الماديه اللي انا عندي اياها، وبفكرة زوجي إن أنا وياه كتير متفقين بجيب. ناس عم بجيب أطفال أحياناً ما مش قادرة تربيها صح، يعني عم بيكونوا عالي على المجتمع بدل ما يكونوا جزء منه. أسام، هو في إشي اسمه تنظيم أسري صح ولا لا؟ وفي نهاية إحنا مش أرحم من ربنا صح ولا لا؟ الفكرة إنه ممكن لما أول ما اتجوز إذا كان عليه شوية التزامات ممكن إني أجل هذا الإشي الإنجاب لبعد سنة سنتين لحد ما تكون أموري تمام. هلا هو الواحد يتوكل على الله وبس، لحاله الله بييسرها معه. بهاي نقطة أساسية، يعني الإنسان مش والله بس إنه يخلف وخلص، لا، اللي قبل ما يخلف كذا يكون مأمن الولا. طبعا الأمان كله بوجه الله يعني، بس إنه الأمور المادية شوي صعبة في بالنسبة لرب الأسرة، مطلوب منه كلبس كتعليم الطفل. ليش أجيبه أظلمه أو أرميه بالشارع؟ ليش أجيبه ويشتمني في يوم من الأيام؟ الله يسامحك، ليش جبتني على وش الدنيا؟ بدك تجيبي البيبي بدك تكوني عارفة إنه هو ممكن أي شيء يطلبه أنت بدك تجيبي له إياه. انقسم الشارع الأردني بين عبارتين ووجهتين للنظر، الأولى كل ولد بيجي وبتيجي رزقته معه، والثانية كل ولد بيجي وبيجي مصروفه معه. وانتم مشاهدينا شو رأيكم بهذا الموضوع اللي واضح تواجد التباين بالآراء ووجهات النظر حوله؟ يارا أبو نعمة لبرنامج دنيا يا دنيا.